أسعد الله مساءكم في كل مكان. نبدأ معكم جولة إخبارية جديدة من بوابة الوفد، وإليكم موجز الأخبار. أعلنت وزارة الصحة والسكان خلو مصر من مرض الحصبة والحصبة الألماني، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية التي أوصت بالاستمرار في الحفاظ على التطعيمات الإجبارية للأطفال المصريين والأجانب. وقال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إن إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الحصبة هو إنجاز جديد في مجال الصحة تحققه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. توفي صباح اليوم إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية خلال إقامته في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عن عمر ناهز 85 عاما. وتولى منير منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان في أعقاب القبض على محمود عزت في أغسطس 2020، إذ يعد أحد أهم وأبرز أقطاب الجماعة الإرهابية. تحل اليوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر الذكرى المئوية الأولى على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون على يد عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر. توافد الأفواج السياحية لزيارة مقبرة الملك الصغير بالبر الغربي، فعلى الرغم من صغر سن توت عنخ آمون ووفاته في عمر مبكر، فإنه نجح في الحصول على شعبية كبيرة حول العالم من خلال مجموعته الأثرية الضخمة فائقة الجمال، إذ تجولت معارضه بالكثير من دول العالم لعرض مقتنياته ومجموعته الأثرية الفريدة لتستقر أخيرا في المتحف المصري الكبير بالرماية. كشف مسؤول اتحاد الكرة أن مباريات دور الثمانية المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2022 ستقام بدون حضور جماهيري، وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد المباريات المؤجلة، إذ يقابل فريق الزمالك نظيره المصري يوم السبت 26 نوفمبر باستاد برج العرب في 5 مساء، وفي يوم الأحد 27 نوفمبر يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب باستاد السلام في 5 مساء، ويقابل البنك الأهلي فريق بيراميدز على استاد القاهرة في 5 مساء. وإلى هنا انتهى موجز الأخبار.